على كل هذا اللقاء هو لقاء بين معنا بين الوزارة وإخواتنا في وزارة في هيئة المحامين بسلطنة عمان. أنتم تعرفون أن العلاقة بين سلطنة عمان والمغرب علاقة وطيدة جدا، هناك كثير من التفاهم وكثير من التعاون بين قائدي البلدين وكذلك بين حكومتي البلدين، ونحن مصرين جدا وسنوسع هذا العمل وسنوسع هذا النشاط بدورات تكوينية أخرى للسادة المحامين بسلطة عمان في المغرب. أنا أشكرهم على حضورهم كذلك، وكذلك نحن اتفقنا على برامج مستقبلية وستكون إن شاء الله حاضرة بقوة حتى يتمكن التقريب أكثر في التفكير القانوني والتشريع القانوني والممارسة القضائية والقانونية بين كل بساطة عمان والمغرب. اليوم طبعا احنا حضرنا حفل ختام الورشة التكوينية التي أقامتها وزارة العدل للمحامين العمانيين التابعين لجمعية المحامين العمانية، وكذلك توقيع مذكرة التفاهم فيما بين وزارة العدل المغربية وجمعية المحامين العمانية لتبادل الخبرات ولصقل المواهب القانونية لدى الطرفين، وكذلك لتبادل المحامين فيما بين البلدين سواء كعمل ورش تكوينية في المغرب أو في سلطنة عمان. شكرا لكم. يأتي هذا اليوم الذي ترأسه السيد وزير العدل في إطار الحفل بتوزيع شواهد تكوين لفئة المحامي سلطنة عمان والتوقيع على مذكرة التفاهم بين وزارة العدل بالمملكة المغربية وجمعية المحامين بسلطنة عمان بعد قضاء مدة من التكوين لفائدة المحامين من سلطنة عمان في إطار تبادل التجارب القضائية ما بين البلدين. وحقيقة نحن حريصين على التعاون.